لكن خلونا نستقبل اول اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه صباح الخير يا سامة. صباح النور، ازيك؟ تمام الحمد لله. اتعرف بيكي؟ ممكن تقول جنى او الشهيره بجنى. جنى. جنى كم سنه؟ 18 سنه. مرتبطه يا جنى؟ اه متجوزه. يا طب كويس، متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ هو بدا في الاول تقليدي لكن حاليا حب يعني. طيب جميل، احكي لي يا جنى تحت امرك. احكي لك حكايه معظم بنات كتير. بس يا سامة، اول علاقه دخلتها كان عندي 15 سنه مع شاب تعرفت عليه يعني تقريبا من قرايبنا. العلاقه ابتدت بحب بقى وكلام وحبيبتي وحشتيني، وبعد كده بدأت عايز معي علاقة. طبعا واحدة بنودة 15 سنة متعرفش يعني علاقة، غير انها انا عايشة مع جدتي وبابايا ومامتي مسافرين برا مصر في مكان مرموق جدا. بابايا الحمد لله يعني مستوى عالي، بس هو بدأ علاقة معرفش ايه واعملي كده وسوي كده. يعني اتعامل معاكي علاقة؟ اتعامل معي في التليفون. ولكن ما عملش معاكي علاقة فعلية؟ لا لا لا. بس لحد ما ادمنت العلاقة. بعد كده انفصلنا. وهو اللي عرفته بعد كده انه بيكلم واحدة صاحبتي. بس انفصلنا وابتعدت لحد ما انا الحاجة دي بقت ادمان بالنسبة لي. لحد ما تحولت من بنوتة للريكلام فيسبوك للعلاقة الخارجية. لا أفندم معلش اسمه سامع. ولك من تحولت بعد كده من بنوتة للريكلام فيسبوك للعلاقات الخارجية. معلش عذوري جهلي، يمكن أنا فاتت مني حاجات ركلام. كتير في الحياة. ريكلام دي بتعمل إيه؟ يعني أنا أعرف العلاقات الخارجية. العلاقات الخارجية دي اللي هي عن طريق التليفون من الفيسبوك. التليفون. اللي هو اشحن لي كارت ب10 جنيه وكده. زي كده. انت بقيتي بتعملي ده عشان كارت الشحن ولا بتعملي كده عشان انت عايزه تعملي كده؟ لا 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 نهائي، لان انا عايزه كده اعمل كده. وبعدين ما كنتش ببقى عايزه الحاجه دي خالص، انا مش محتاجه الفلوس. انا ماديا كويسه، ما انا كنت باخد مثلا الشحن او الرصيد وبوزعه لصاحباتي يضيعوه عادي، مش فارق معايا اسيبه عادي مش فارق. انما انت كنتي بس عشان تعملي العلاقه بالشكل ده؟ عشان اعمل العلاقه. من شخص لشخص، من ده لحد ما بقيت الشهيره بجنى على الفيسبوك. وبعدين؟ بس بعدين في الوقت ده فضلت تقريبا 3 سنين الوضع ده. لحد ما في الوقت ده تقدم لي ابن خالتي. بابا ومامتي كانوا برا ورجعوا اجازه وهو تقدم لي. وأم اقنعوني ان هو كويس بدل ما عايش لوحدتك مع جدتك وكده، اتجوزي وتكملي تعليمك وتعيشي حياتك وكده. تمام. حاليا اتجوزت هديلي تقريبا شهرين ونص. طب لسه برضو بتعملي علاقات دي او لسه الاكونت بتاع جانا ده موجود؟ لا كل حاجة انتهت مع بداية جوازي. بس انا دلوقتي جوزي مش هقول لك انا بحس ان هو ملك، لان مفيش ملك، بس بيراعي ربنا فيا اوي يا سامة. طيب جميل، ربنا سبحانه وتعالى جميل وبعت لك انسان كويس. درجة ان هو مفيش حاجة يعني معايا في كل وقت، في الطلب بيرفضهولي، بيصلي بيرعى ربنا فيا، ما بيبصش على حتى بنته وهي ماشية في الشارع. شاب كويس ومحترم وخلاق كويس وعايشة مستوى كويس، بس دايما الوقت حاسة بذنب، حاسة ان المكان ده مش مكاني. طيب جنى تعالي نقول حاجة لطيفة شوية، اوكي؟ تعالي نفكر مع بعض بصوت عالي. في ناس كتير جدا من كتر ما هم عايشين بنفوس وحشة ورضية وما عندوش نفس لوامة تلومه
وتحسسه بحجم الغلط بيفضل عايش في الغلط ويفضل يشيل في ذنوب. إنما في نفوس طيبة وقلوب طيبة ربنا سبحانه وتعالى بيبقى عارف اللي جوانا. ربنا مش زي البني أدمين، ربنا عالم بمواطن الأمور، عالم بقلوب الناس، وبالتالي بيبقى عايز يعدل الإنسان ده ويظبطه، فبيبعت له أي شكل أي وسيلة أي حاجة تخرجه من اللي هو فيه وتمشيه على الطريق المستقيم. ربنا عمل معاكي كده. ستي ما حاسة بالذنب يا فاهم، حاسة جميل. انك انت مش مكاني. عايز اقولك حاجة، انا عارف ان انت حاسة بالذنب وعارف انك غلطتي وعارف انك مش قادرة تسامحي نفسك على ده، ولكن تعالي نفكر سوا، مين على وجه الارض لم يخطئ؟ بس خطأ عن خطأ بيفرق. في اللي بيقتل وفي اللي بيذبح وفي اللي بيشرد اطفال وفي اللي بيغتصب اطفال وفي اللي بيغتصب سيدات وفي اللي بيخرب بيوت وفي اللي بيدوس على زرار يعلن الحرب يموتوا فيها ملايين البشر، وفي اللي بيسرق وفي اللي بينهب وفي اللي بيرتشي وفي اللي بيتحرش وفي في كل الناس، وفي اللي بيكذب وفي كل الناس، كلنا خطائين. اللي بيفرق انسان عن انسان الانسان اللي من جواه بجد عايز يمشي في السكة الصح، عايز يتوب ويكفر عن كل ذنوبه اللي فاتت. انت عارفة اكتر حاجة ممكن تعمليها دلوقتي تريحك نفسيا وتسعد ربنا وتخلي ربنا مبسوط قوي منك ايه ويكفر لك عن كل ذنوبك؟ ايه؟ انك تصلي. انت بتصلي يا جنى؟ حاليا هو يعني اللي فرت اللي بسيبه بيفعل معايا فيه الصلاة يا جنى. زي واحد صاحبي كده دكتور محترم قال لي 3 ت، تتغصب وبعد كده تتعود وبعد كده تتلذذ. يعني في الاول بتتغصبي على مواعيد الصلاة وبعد كده تتعودي ان هي دي الصلاة وبعد كده تبقي مستنية معاد الصلاة بفارغ الصبر علشان تكوني في حضرة ربنا، علشان ترفعي ايديكي وتكلمي حبيبك اللي هو ربنا. بص يا جنى، كلنا غلطنا وكلنا بنغلط وكلنا هنرجع نغلط، لان في شيطان احنا فاتحين له شباك صغير بيخش منه في عقولنا. انما الفرق بين بني ادم وبني ادم ان في بني ادم الشيطان دخل عقله بس ما لمسش قلبه، وفي بني ادم الشيطان سيطر على قلبه وعقله. انت الشيطان دخل عقلك بس ما لمسش قلبك، بدليل ان قلبك لامك وحسسك بالذنب وعايزه تبقي انسانه كويسه. انت انسانه كويسه مش وحشه، اهم حاجه تقربي من ربنا، وربنا سبحانه وتعالى قادر انه يغفر لكل البشر ذنوبها، قادر انه يحمينا كلنا من شرور العالم، قادر انه هو يقف معانا ويحارب معانا عدو الخير اللي هو الشيطان، قادر انه هو يساعدنا. اهم حاجه تصفي قلبك من جوه وبمحبه تصلي وتطلبي من ربنا انه يسامحك.